woke up, but you're back in my bed. We broke up, how this happened again? I always end up letting you in when I start drinking, not thinking. Should've listened to all of my friends. Same شاب. ايه الاخبار؟ تمام. كله تمام؟ تمام. ايه عامل ايه؟ بتسمع ايه؟ بسمع اغنيه. اوعى تقول لي اغنيه اكيد ممارسه وانجلش وكده يعني. صح؟ ليه بس؟ فرح قلبي. ايه الاغنيه اسمها ايه؟ Should have known you better. Should have known you better. انا عارف الاغنيه دي. انت عارف معناها ايه؟ لا. انت بتسمع كده وخلاص؟ زي بقيه الناس. بص Should have known you better يعني المفروض كنت اعرفك اكتر. معناه ان should have في الانجليش should have معناها يعني should have معناها كده بس كان المفروض مش بس بقى should have في should have و would have و could have. المشكله بقى عندنا احنا بنسمع اغاني مش عارفين ان هم عندهم اكل كلام. عشان تسمع اغاني احسن لازم تعرف ان في اسرار في اكل الكلام في الانجليش كده. النهارده بقى معانا سيري جديد هيخليك تسمع الاغنيه ديت احسن. بص هشام انا عاوزك تقرا الليركس او الكلام بالانجليش اللي هيطلع دلوقتي بتاع الاغنيه ديت. يلا بينا. I should have listened to my friends. Okay, very good. بس المشكلة ان هو ما قالهاش كده في الاغنية. لا قالها ولا قال التانية. هو بيقول I should have listened to my friends. ليه بيقول كده؟ لما انت بتتكلم بسرعة زي ما احنا عندنا في العربي. انت لو واحد صاحبك واقف بعيد شوية بتقول له يا احمد ولا الدلب بتطير. بتقول له يا احمد. Should have listened to all of my friends. Came up in the trouble and I should have known better. يبقى عندنا should have, would have, we could have. ممكن نختصرهم ل should have, could have, would have. وممكن بقى ناكل ال V خالص ونقول should have, would have, could have. بس ما تنساش تحط التصريف الثالث للفعل. should have اللي هي بمعنى كان من المفروض و would have. تمام. should have, would have و could have التلاتة بيجوا مع التصريف مع حاجة في الانجليش اسمها التصريف الثالث للأفعال. طب ايه الفرق بين التلاتة؟ ايه الفرق ما بين should have و could have و would have اللي احنا ممكن نقول عليهم shoulda coulda بنشيل الهاب ونحط ايه و woulda الفرق بينهم؟ طب بقول لك ايه، ما تيجي نتفرج على الحته دي من الفيلم عشان في ناس كتير سالوا السؤال ده والحمد لله لقيت فيلم فيه حاجه تفسر لنا المعنيين. يلا بينا. يلا بينا. I want to join you but didn't seem like the right time. They used up all the hot water. I should have joined you. الفيلم ده انا عارف المنتقمون بتاع هالك. افنجرز. افنجرز المنتقمون والرجل الحديدي ايرون مان والحاجات دي. المهم زي ما انت شايف التلاتة في الانجليش معناهم كان من المفروض. بس الشود دايما هي اشد حاجه في الندم. اوكي يليها وود وكود. يا قالت له في الجمله الاولانيه بتقول له كان المفروض ان انا او كان من الممكن. هي استخدمت وود وما قالتش وود هاف، قالت وودا. اوكي كان ممكن انا اخش معاك الحمام. قللت الادب مالناش دعوه بيها. المهم لكن بعد كده صح شلت الادب معرفوش. خلاص ماشي مش مشكله. الحته الثانيه لما هو قال لها انا المايل السخنه اللي موجوده كلها استخدمناها، فهي بقى الندم بقى اشد من الود بقى الشد. تمام. I should have joined you. المفروض ان انا ايه كنت انضم لك في الحمام يغفر الله العظيم. المهم ف دايما شود اشد من وود وكود لما حد بيسالني في الفرق. بس ثلاثة بمعنى كان من المفروض. خلينا اديكم مثال تاني. انا مثلا ندمان ان انا ما اشتريتش عربيه لما الاسعار عليت، فاروح جايب. انا بقى ندمان ندم شديد، فلا هنا لا هستخدم لا وود ولا كود، انا هستخدم اي اشد حاجه. I should have bought a car. تقولها بقى اسرع. اسرع بقى، اسرع من should have واسرع من should have. بقى I should have. I should have. لسه فاكرينها؟ should have. I should have bought the car. كان معايا هشام. Thank you. يا باشا انا في خدمتك في اي وقت وفي خدمه البشريه كلها. ما تفتكرش ان انا برفع الفيديوهات دي عشان خاطر حاجه. امال ايه؟ هي عشان خاطر الفلوس بصراحه.